بيان إلى الرأي العام. تأتي هذا العام ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذكرى ميثاق حقوق الإنسان على سوريا، وقد غرقت بكل مكوناتها وفئاتها في خضم من العنف والتدمير والقصف والقتل ونزيف الدم اليومي منذ آذار 2011، حيث تم ارتكاب أفظع وأبشع الانتهاكات بحق الإنسان وإنسانيته وكافة حقوقه الفردية والجماعية، فضلاً عن ازدياد التدهور على الصعد الحياتية والمعاشية والاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى خلق أزمة وطنية شاملة مسدودة الآفاق، تضافرت مع ما ساهم به العدوان التركي على الأراضي السورية واحتلاله لعدة مناطق من سوريا بدءاً من لواء اسكندرون وجرابلس والباب وعزاز وعفرين ورأس العين وتل أبيض، وتدخله السافر في مدينة إدلب وما يشكله من خطورة على الريف الشمالي لمدن حماة وحمص واللاذقية، والأطماع التوسعية للدولة التركية أدت إلى زيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمعاش للمواطنين السوريين. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب منذ عام 2011 وإلى اليوم، فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين، وهجرت مئات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سوريا ولجوئهم إلى أماكن أكثر أماناً وأمناً، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعاً بأي حل سلمي للأزمة السورية في الأفق القريب. وقد بلغ عدد النساء اللواتي فقدن حياتهن منذ بداية الأزمة في سوريا 28,076 سيدة، وما لا يقل عن 10,026 سيدة لا تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. وقد تدهورت حقوق المرأة السورية الأساسية على جميع المستويات، وتعرضت لمختلف أنماط الانتهاكات داخل سوريا وفي مخيمات اللجوء في دول الجوار، ولم تكن النساء والفتيات السوريات ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنا مستهدفات بشكل مباشر وممنهج، إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني والحقوقي والإغاثي والطبي والإعلامي، أو لمجرد كونهن إناثا بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات، فكانت ضحية ظلام داعش وما جره هذا التنظيم الإرهابي على النساء من ويلات، وضحية للعدوان التركي الذي ما فتئ ينكل بالنساء السوريات ويرتكب بحقهن أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب، من اغتيالات وتصفيات ميدانية، وخاصة في عدوانه الأخير على مدينتي رأس العين وتل أبيض، عندما تم اغتيال هفرين خلف الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، واستهداف المدني العزل والذي فقدت السيدة عقيدة عثمان من مجلس العدالة حياتها، وإساءة معاملة الأسرى، حيث شهد العالم أجمع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع يظهر كيفية اعتقال المقاتلة جيجك كوباني والتي لا يزال مصيرها مجهولا حتى اليوم، والتنكيل بجثث الضحايا كما فعلوا بجثث الشهيدة أمارة، إضافة إلى القيام بالإبادة الجماعية وجريمة التغيير الديموغرافي، حيث تم نزوح أكثر من 300,000 مدني من مناطق رأس العين وتل أبيض، وإبدال السكان الأصليين بعوائل جيش المرتزقة المدعوم تركيا كما حدث سابقا في مدينة عفرين المحتلة. ووفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، بلغ عدد النساء المهجرات قسريا من مناطقهن باتجاه مناطق أخرى خلال العدوان التركي الأخير على شمال وشرق سوريا ما يزيد عن 37,130 امرأة في سن الإنجاب و45,575 طفلة وطفلا، ولم تتوقف انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها عند هذا الحد، فقد قامت باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وقامت مؤخرا بتاريخ 2/12/2019 بارتكاب مجزرة يندى لها جبيل الإنسانية في تل رفعت، ذهب ضحيتها 8 أطفال من النازحين من مدينة عفرين، وإصابة عدد من الأطفال إصابات خطيرة أدت إلى بتر أطرافهم. ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنات والمواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، أردوغان عن جرائمه وانتهاكاته للعقود والاتفاقيات الدولية وتقديمه للمحاكمة بصفته مجرم حرب ومحاسبة الدول المتواطئة معه في عدوانه على الأراضي السورية بإعطائه الضوء الأخضر للقيام بعدوانه.
ثلاثة، فضح مخاطر الاحتلال التركي لمناطق من شمال وشرق سوريا وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة. أربعة، دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية للتعاون من أجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية من أجل بناء ملف قانوني يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات سواء كانوا أتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية. خمسة، عودة المدنيين النازحين إلى مناطقهم وقراهم وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم. ستة، دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لأهالي رأس العين وتل أبيض المهجرين قسرياً وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية. سبعة، العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الأصيلة من أهالي شمال وشرق سوريا من أجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديموغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك. مجلس المرأة السورية، 9 كانون الأول 2019.